صواريخ تنطلق من جنوب لبنان ونيران تشتعل في شمال إسرائيل. صافرة الإنذار تدوي في مدينة إيلات جراء صواريخ أو مسيرات قادمة من اليمن أو العراق. اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية وحرب تدور رحاها في قطاع غزة. سبع جبهات تقول إسرائيل إنها تقاتل إيران ووكلاءها فيها. الجبهة الأكثر هدوءاً بين إيران وإسرائيل هي جبهة إيران نفسها، فخلال الأشهر الماضية نفذت إيران من أرضها هجوماً يتيماً بالصواريخ والمسيرات، وردت إسرائيل بقصف رمزي بالقرب من مدينة أصفهان. أما الجبهة الأكثر دموية فهي ما يجري في غزة، حيث تحمل إسرائيل إيران مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر. عملية طوفان الأقصى التي حصلت في 7 أكتوبر كانت بالضبط ما تحتاجه المنطقة. الكيان الصهيوني يتفكك تدريجيا أمام أعين شعوب العالم وهو على مسار الزوال، وشعوب العالم ترى ذلك. تتهم إسرائيل إيران بتسليح مجموعات في الضفة الغربية وباستخدام الأراضي السورية لنقل الصواريخ والمعدات إلى حزب الله، وبإصدار أوامر مباشرة لجماعة الحوثي في اليمن وبعض الميليشيات المسلحة في العراق لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ والمسيرات. تقرير الجبهات السبع يتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية ويصف ما يجري في الشرق الأوسط حالياً بمعركة بقاء ضد إيران تدفع من دم الوكلاء.